ولمناقشة هذه القضية والتطورات المتعلقة بها معنا من أثينا الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق الدكتور فاروق الراوي. مرحبا بك معنا دكتور فاروق، معنا عبر سكايب. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. كما ينضم إلينا من الدوحة خليل المقداد المعارض السوري المستقل، مرحبا بك معنا أستاذ خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا بكم، حياكم الله. نبدأ معك دكتور فاروق، كيف تقيمون ردود الفعل الإيرانية على مقتل سليماني حتى هذه اللحظة؟ لحد الآن لم نرى عمل معين أو عمل محدد، ربما ردود الأفعال هي تصريحات لا أكثر، يعني على صعيد أرض الواقع لم نرى أي تحرك أو استعدادات أو تهديدات، كل ما هنالك هي تصريحات صدرت من مسؤولين إيرانيين. نعم. على أرض الواقع لم نرى لحد الآن أي شيء. وبنك الأهداف الأمريكي الذي يعد بنكا مفتوحا الآن، هل تتوقع أن تقوم إيران باستهداف أهداف كبيرة أمريكية؟ أنا يعني لو أرجع إلى الوراء قليلا، من أظهر من ساعد قاسم سليماني للدخول إلى العراق وللتغلغل في العراق وكان يجوب أراضي العراق في وضح النهار و تحت مظلة الطائرات الأمريكية في الموصل وفي الفلوجة وفي تكريت وفي البيجي، في أغلب مدن المنطقة الغربية كان يخوض معارك بحجة تحرير المدن من داعش، ولكن هي كانت خطة لتدمير المدن. من كان يساعد قاسم سليماني؟ الولايات المتحدة الأمريكية والطائرات الأمريكية هي التي كانت تنفذ عمليات لتحقيق أهداف يطمح إلها قاسم سليماني والميليشيات التابعة له. الآن ربما تغيرت الظروف، ربما تغيرت الأجواء وأصبح قاسم سليماني هدف يجب إزالته. كنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية من السهولة أن تستغني عن أي شخص ربما يهدد مصالحها، ولذلك الآن جاءت الضربة في هذه الفترة. نعم، أنتقل إليك أستاذ خليل، يعني حليف الأمس هو عدو اليوم، يعني أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بالأهداف وتفعل يعني استهداف وتصفية هذه الأهداف، ما السبب وراء هذه الخطوة الأمريكية خصوصا من ناحية التوقيت؟ نعم، بداية علينا أن نعلم أن الولايات المتحدة ليس لها حلفاء. الولايات المتحدة تريد أتباع وأدوات، وهي تعتمد على الأدوات المحلية في المنطقة لتنفيذ أجنداتها وخططها الاستراتيجية وللسيطرة على المنطقة، وترامب أعلن هذا صراحة، يعني هو لا يهمه أحد، وأعلن أن ما يهمه من الأمر هو الحصول على البترول العراقي والسوري، هذا بداية. ثانيا، التطورات الحاصلة والخطوة الأمريكية التي قضت باستهداف سليماني وحاشيته، يعني جاءت نتيجة لمعطيات خطيرة كانت إيران في طريقها لعمل بلبلة وانقلاب في العراق يحجم الوجود الأمريكي ويمنحها سلطة وقوة إضافية، والقضاء من ضمنها القضاء على الحراك السلمي الشعبي للشعب العراقي. هذا الحراك الذي هدد الوجود الإيراني وهدف علنا بسقوط إيران وسقوط خامنئي وسقوط قاسم سليماني. إذا الأمر وصل مرحلة حرجة جعلت إيران تفكر بحرف الأنظار عما يحدث في العراق من ثورة ومن حراك سلمي يهدد وجودها. الخطوة الأمريكية كانت تأديبا وتقليما لأظافر إيران، وهي أعطت رسالة قوية مفادها أننا نحن من نحدد قواعد اللعبة وأننا لن نسمح بالتجاوز ولا على وجودنا، نحن من سمحنا لكم بالاستيلاء على العراق ونحن من قدم الغذاء والدعم اللوجستي الجوي والاستخباراتي لكم على الأرض في الحرب على تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات. إذا نحن أمام معطيات جديدة الآن، يعني ربما تبشر بتصعيد خطير
في الحرب في الاوضاع في المنطقه. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ خليل. أنتقل لدكتور فاروق. الحكومة تحدثت كثيرا جدا عن السيادة والاستقلال وما إلى ذلك، ألا يكشف ما جرى وتداعياته اللاحقة أن البلد منتهك السيادة ومن جميع الأطراف مع الأسف الشديد هذا هو حال العراق الذي وصل إليه؟ الحقيقة ليس جديدا، حال العراق هو من 2003 منتهك السيادة والكل يعرف ذلك، يعني سواء إذا اتجهنا إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب، السيادة العراقية غير موجودة. ما تتحدث عنه الحكومة العراقية هو نوع من ردة الفعل على مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، ولكن الكل يعلم أن قاعدة الأسد في المنطقة الغربية لا زالت موجودة، والقواعد الأمريكية تحلق طائراتها بدون الرجوع الى الحكومه العراقيه. نفس الشيء الشمال، المنطقه الشماليه غير خاضعه لاراده الدوله، المنطقه الشماليه منذ عام 2003 ولحد الان هي غير منطقه كردستان، هي غير خاضعه لنفوذ سلطه بغداد، سلطه اربيل هي التي تقرر ما يحدث في شمال العراق. ونفس الشيء في عند المنطقة الحدود التركية العراقية، كثيرا ما دخلت القوات التركية أو لملاحقة ومطاردة العصابات الغير منضبطة، هذا يحصل حتى في مسألة الميليشيات. الميليشيات تجوب تدخل إلى سوريا وترجع من سوريا بدون اي شروط او اي قيود، او هذا الذي يحصل في العراق للاسف. نعم استاذ خليل، يعني حتى يوم امس الكل يجمع على ان قاسم سليماني كان الرجل الاقوى في المنطقه، فهو يتحكم باربعه بلدان تعتبر من اكبر البلدان في المنطقه، يقتل الكثير من الناس دون محاسبه بل بمباركه حكام هذه البلدان. الحال في العراق وسوريا والمنطقة بعد هذا الحادث كيف سيكون حسب رأيكم؟ نعم، يعني علينا الاعتراف يعني أن سليماني لم يكن رجل عسكري فقط، إنما كان هو السياسي المحنك والمفوض من قبل الخامنئي، وكان ممثلا للخامنئي، وكان هو من يرسم السياسات أو سياسات النظام الخارجية في المنطقة إلى حد بعيد، يعني الدائرة الضيقة هو من رؤوس الدائرة الضيقة، وحتى كان إلى فترة قريبة يعني يخشى من نفوذه، هذا على الصعيد الداخلي الإيراني. بالنسبة للمنطقة، الملفات جميعها بيد سليماني، ومقتل سليماني المفاجئ لابد أن سيخلط الأوراق ويتسبب بشيء من التخبط، لأنه مهما كان هناك تنسيق بين سليماني والإدارة والنظام الإيراني أو بقية أركان النظام الإيراني، لابد من وجود ملفات تبقى شخصية بيده هو، لم يطلع عليها أحد أو لم يتم التنسيق بخصوصها. لذلك نحن أمام لحظات تخبط تعيشها إيران، وهي تحاول الإمساك بالزمام الأمور مجددا. لذلك ربما تكون هذه فرصة مناسبة للتصعيد ضد الوجود الإيراني سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا. سوريا هناك تصعيد عسكري مسلح ربما يكون مفيدا، في العراق تصعيد الغضب الجماهيري والمظاهرات، وكذلك في لبنان. في اليمن يبدو اليمن معزولا بسبب يعني الظروف الخاصة به وسيطرة الحوثي من جهة أخرى، والتردد العرب وخاصة قوات التحالف التي لا يبدو أنها قوات تحالف، يعني هي الأصدقاء الأعداء هناك. لذلك الآن نحن يعني إيران تعتمد على ضعف الآخرين في البداية، هي تحاول تمر الآن في مرحلة انتقالية. نعم المعارض السوري المستقل خليل المقداد، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق الدكتور فاروق فتيان الراوي، كنت معنا عبر سكايب من أثينا.